للمزيد من المتابعة معنا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني زميلة جرمين إبراهيم. جرمين، ارصدي لنا أجواء الجلسات اليوم. بعد التحية نتابع معكم ما تم على مدار اليوم في ثاني أيام الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني، وهو اليوم المخصص لجلسات المحور الاقتصادي بلجانه المختلفة، حيث عقدت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين لمناقشة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. كانت هذه المناقشات تتم للحديث عن ما يتعلق بسياسات العمل، كيف يمكن تحقيق تكافؤ الفرص في اختيار العاملين في المؤسسات المختلفة، وأيضا تقييم العاملين، تحقيق فكرة المساواة في الاختيار على حسب النوع، وأيضا في المحافظات وتقديم لهم أولويات الاختيار أيضا كما يتم في العاصمة. أيضا تم الحديث عن قضايا الأجور، وتم تقديم الثناء لجهود الدولة التي تمت في هذا الملف ورفع الحد الأدنى للأجور، ولكن تم المطالبة بمزيد من الخطوات في هذا الملف، وأيضا تقديم خطة لرفع الأجور والحد الأدنى للأجور بشكل مستمر بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي يتم سواء في الداخل وكيف يتأثر أيضا بالوضع الاقتصادي العالمي، وهو أيضا ما يتعلق أيضا بقضايا المعاشات ورفع المعاشات. كان هناك أيضا حديث بيتم عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية في ما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وأيضا جهود الدولة للقضاء على العشوائيات، وكيف يساهم هذا الأمر في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية. بشكل متوازي بدأت أيضا العمل في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالية على مدار جلستين لمناقشة الدين العام الإشكاليات والحلول، وكان الهدف من هذه الجلسة هو الخروج بمخرجات تلبي إصلاح الإدارة المالية العامة وشمولية الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وهناك أيضا كان تبادل للآراء لتحقيق وكيف يمكن تحقيق التوافق بين السياسات النقدية والمالية، وأيضا الحديث عن كيف يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج. كان هناك أيضا من تحدث عن أهمية تقديم كل التسهيلات للاستثمار في الداخل والاستثمار المحلي، وهو ما سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وذلك عن طريق تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعطي انطباع ومزيد من الثقة للمستثمرين بالخارج، وبالتالي سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري ويعطي المزيد من الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بجهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي. كانت كل هذه المناقشات الهدف منها هو الخروج بمخرجات سواء كانت بشكل توصيات أو تشريعات قابلة للتنفيذ عن طريق تبادل الآراء وخلق المزيد من المساحات المشتركة. بنشير أيضا أن يوم الخميس المقبل سيتم عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون واستكمال المناقشات، وهو مشروع قانون محال من مجلس الوزراء تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وهو محال للحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهي المناقشات المستمرة داخل الحوار الوطني، هو ما يعطي مزيد من الثقل والثقة لجلسات الحوار الوطني، وإن كل الآراء التي تخرج من الحوار الوطني سيتم تنفيذها كما أكد رئيس الجمهورية. أيضا بناء على عقد هذه الجلسة الاستثنائية سيتم تأجيل جلسة الصناعة الثقافية، والتي كان مقرر انعقادها يوم الخميس المقبل لوقت لاحق. كانت هذه متابعتنا لثاني أيام الأسبوع الخامس للحوار الوطني، وبالتحديد فعاليات ما يتعلق بجلسات المحور الاقتصادي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.